بالنسبة لهاد الجلابة، هاد اللون هاد الأسود تاهي في نفس الموديل ديال الجلابة اللي قبل، غير هادي في الموديل ديال الخدمة ديالها فيها هاد لي بابيون هكا صغار، واختارينا هاد الخدمة ليها والقبل حتى هما، حيت الجلابة كتكون يعني خصها تلبس خفيفة، يعني يلبسها اللي البنات كما قلنا قبيل، يعني يلبسوها جميع الفئات الناس، وحتى فيها حتى رشمه في الظهر، درنا في الصدر هكا رشمه خفاف، ودرنا وحده البابيون كبيره في الظهر تجي ثاني باينه، يعني كيبين لك يعني ان راه كاينه شي حاجه في الظهر وشي حاجه القدام. هاد الجلابة حتى هي تاهي في نفس المجموعة ديال رمضان، غير هاد اللون مختلف على اللون الاخرين، يعني لون فاتح يتلبس في الصيف، يتلبس في أجواء الرمضانية، وبقينا في نفس النوع ديال التوب وفي نفس الموتيف، غير غيرنا غير تقريبا بالنسبة لي بابيون، كاين صغيرة كاين كبيرة، دخلنا كلي دخلنا في لي زاكسيسوار، كاين اللي دخلنا فيها أحجار بحال هكا نوع من الجوهر، يعني على حساب يعني كل واحد ومتطلبات الناس، يعني حنا كنخدموا الموديل وكنبقاو كان حتى الناس اللي كيقترحوا عنا شي موديل في الاحجار وداكشي كنرضيو ليهم الاذواق ديالهم. وفي نفس الخدمات المعلم هذا العام دخلنا البرونز بزاف في السفيفه في هذا الموديل ديال الضفيره، ولقينا عليه اقبال كبير من عند البنات والسيدات.